هلا بالنسبه للفلترز اللي طلعنا عليهم لحد الان معظمهم ما كناش ذكرنا انواع منهم مختلفه. هلا في اكثر من نوع من انواع الفلترز. في انواع بنسميها الجينيريك نيم لها باترورث تشيبيشيف تايب 1 وتشيبيشيف تايب 2 واليبتيك. انا بذكرهم هدول احنا شغلنا الرئيسي. معظم الفلترز راح تمر عليكم هي نوعها باترورث. باترورث هي الفلتر الرئيسي اللي متبعاته بشكل عام. هلا هذا معمول له بلوتينج على اكسس غير الاكسس اللي احنا تعودنا عليها. شو الاكسس تعودنا عليها بنعمل عليها البودي بلوت؟ ايش بكون هذا؟ جين ب وحده دي بي يعني لوغاريتميك سكيل من هون. فبتكون هذه زيرو مش واحد. وهون هذا السكيل كمان ايش بكون بالفريكونسي؟ كمان لوغاريتميك مش هيك؟ هلا هون يعني اهملوا شوي هلا السكيل بس حتى تفهموا الفكره. بالباترورث ما في عندي ريبل في الباند باس ولا في عندي ريبل بالباند ستوب. هذا مثلا هذا ايش نوع الفلتر اللي مرسوم هون؟ لو باس مش هيك؟ بمر الفريكونسيز هون بعمل اتنويشن للفريكونسيز لهون. بس هذا مش لوغاريتميك سكيل. بس اذا اهملنا شوي للحظه انه مش لوغاريتميك سكيل فيش عندي ريبل هون مزبوط؟ ما في تغير في الجين، الجين بضل نفس القيمه. بعدين هلا في بعض انواع فلترز ممكن استفيد منها تعطيني بيتر رول اوف، يعني هذا بصير ستيبر بس الثمن اللي بدفعه ايش بصير عندي؟ بصير ريبل. في ريبل في الباند باس. هذا نوع تشيبيشيف 1. وفي نوع تشيبيشيف بعطيني باند ريبل في الباند باس، هذا تشيبيشيف 2. وفي اليبتيك بعطيني لسه ستيبر لهي. شايفين هاي كيف ستيبر؟ مش احنا قلنا الايديال فلتر بدنا اياه يكون as steep as possible. هذا اسمه elliptic. هلا هدول ما تهتموا فيهم كثير بس حتى تعرف. اذا نذكر كلمه باترورث، باترورث هو النوع الشائع، اكثر نوع شائع. والانواع اللي طلعنا عليها مثلا السلن كير لما تطلع عليه هو نوع من الباترورث فلتر. ما بعطينيش فيش عندي ريبل هون ولا عندي ريبل هون، بس الرول اوف مش بشده النوع الانواع الثانيه اللي موجوده هون. اوكي، اذا هدول هم الثلاث انواع الاربع انواع بشكل رئيسي اللي بهمنا اللي استعماله شائع جدا هو الباترورث فلتر. تشيبيشيف هذا احنا بتطبيقنا ما رح يعني معظم التطبيقات ما رح نستعملها، غالب التطبيقات رح تكون هيك. بس هذا طبعا نتذكر انه هذا مش البودي بلوت. لو انه البودي بلوت ما بكون شكله زي هيك، بكون هذا هون زيرو. لو انه هذا لوغاريتميك وهذا لوغاريتميك بكون عندي مختلف السكيل. اوكي ماشي. بس اللي بهمنا انه هون في عندي فيش عندي ريبل هون ولا عندي ريبل هون. الانواع اللي بصير فيها ريبل بتصير تشيبيشيف واليبتيك. هذا نوع ثاني. النوع الرئيسي رح نركز عليه هو الباترورث فلتر.